بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده من حلقات برنامج واذكر. من الموضوعات الشائكه اللي بتطرح نفسها دايما على المجتمع موضوع تعدد الزوجات. تعدد الزوجات اتدرست قبل كده، بس الفكره مش في ان القضيه اتدرست ولا لا، الفكره في الجديد اللي القضيه بتطرحه دايما كل مره بتدرس فيها. تعدد الزوجات زيها زي اي قضيه دينيه اجتماعيه، ليها مؤيد وليها معارض. الناس اللي بتأيد تعدد الزوجات بتقول ان هو بيحل مشاكل العنوسه بيقلل من الخيانة الزوجية. الناس اللي بتعارضه بتقول ان هو بيأثر على الزوجة التانية نفسيا او صحيا، وده بيأثر على الأسرة، لان الزوجة لو اللي هي كأم لو هي مثلا متأثرة بسبب حاجة صحيا او نفسيا، ده هيأثر على ابنائها وبالتالي هيأثر على الأسرة وده هيأثر على المجتمع. شروط تعدد الزوجات وهل ان هو فعلا حل لمشكلة العنوسة ولا لا، بنتناقش فيها مع فضيلة الشيخ أحمد كامل أستاذ القراءات وعلوم القرآن. زي حضرتك فضيلة الشيخ، أهلا بحضرتك. عاوزين نعرف من حضرتك، هل إن الأصل في الإسلام هو التعدد زي ما بيقول بعض الناس ولا لا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أمين رب العالمين. بداية لابد أن نعلم أن القرآن والسنة النبوية شملت كل أمور الدين وكل أمور الحياة. التعدد ما قاله أحد من العلماء بأنه أصل وليس الواحدة هي الأصل، لقول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقول الله عز وجل في آية أخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فكيف يكون أصل وحذرنا الله عز وجل منه بقوله فإن خفتم وبقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا؟ الأمر الثاني أنه لم يرد آية صريحة أو أمرا من الله عز وجل يأمرنا أو يخبرنا بأن الأصل هو التعدد وليس الإفراد. إنما الأصل في الدين هو أن يتزوج المسلم بامرأة واحدة، ثم جاء التعدد لحالات معينة حددها الشرع ووضع لها شروطا لذلك. تمام. في حد من الفقهاء جعل التعدد أصل؟ هذا سؤال يجعلنا بداية أن هذا لم يكن رأيي، حتى لا أكون مؤيدا ولا معارضا، إنما أنقل لحضراتكم مذاهب أو آراء العلماء أو الفقهاء في هذا الأمر. أولا الإمام الشافعي أو مذهب الإمام الشافعي جعل التعدد مباحا في أصله، لقول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فجعله مباحا وليس سنة ولا واجبا على المسلمين. هذا هو من هو الإمام الشافعي. وهذا مذهب من؟ مذهب الإمام الشافعي. لذلك قال الإمام أو المذهب: قد يطرأ على التعدد ما يجعله إلى أو ما يكون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مندوبا، ما جعله سنة ولا واجبا كما ذكرنا. القسم الأول أن يكون مندوبا، متى يكون مندوبا؟ على مذهب الإمام الشافعي وليس كلامي. إذا كانت المرأة مريضة أو كانت عقيما أو لا تعف زوجها ويظن من نفسه ووضع جعله مندوبا ووضع له شرطا، قال: أن يظن من نفسه أنه يقيم العدل بينهما أو بينهم إن كانوا أكثر. العدل.
جعله مندوبا للإمام الشافعي ووضع له شرطا، يعني لو العدل أن مش يكون موجود يبقى هو الإمام الشافعي لسه لا يجيز، بقى هيدخل في قسم آخر. تمام. لو كان لو العدل لم يكن موجودا. تمام. جعله مندوبا إذا كان امرأة مريضة أو عقيما أو لا تعف زوجها. كثير من النساء عندهم أولاد فيقولون فتقول لزوجها اذهب وتزوج وأنا أجلس لتربية أولادي، فتوافق ويوافق كذلك. هو يعني أول ما تقول له كده يروح يتجوز على طول؟ هذا يشوف المشاكل فين ويحلها؟ هي وافقت، هي هذه التي لا تعف زوجها. تمام. وقال إذا غلب على ظنه أنه يقيم العدل فيكون الزواج في حقه أو التعدد في حقه مندوبا. ثم جعل التعدد مكروها إذا كان التعدد لغير حاجة، وإنما جاء التعدد لزيادة التنعيم. تمام. وشك في قدرته على إقامة العدل، فيكره في حق الرجل في هذه المسألة أن يعدد. ده رأي الإمام الشافعي. رأي الإمام الشافعي. تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما لا يريبك. دع ما تشك فيه إلى ما تتيقن أو ما لا تشك فيه. ثم القسم الثالث من رأي أو مذهب الإمام الشافعي، قال إذا غلب على ظنه أو تأكد أنه لا يستطيع العدل. تمام. لا يستطيع العدل إما لفقره أو لضعفه أو عدم الوثوق من نفسه. عاوزين حضرتك برضو هنا يحرم. إيه معنى العدل اللي الإمام الشافعي رضي الله عنه يعني يقصده في هذا الرأي؟ العدل هو عام لدى جميع الفقهاء ولدى جميع العلماء. تمام. العدل هو أن يعدل بين زوجاته في كل أمور إلا الأمور التي تتعلق بالقلب. تمام. وإن كان هناك ما يميل قلبه إليها لا يظهره إلى الآخرين، هذا بينه وبينها. إنما العدل في المسكن والمأكل والمشرب، هذا عدل شامل ولا خلاف فيه بين العلماء. تمام. الإمام الشافعي كما ذكرنا جعله إما مندوبا كما ذكرنا وإما مكروها. أما إذا غلب على ظنه أنه لا يقيم العدل إما لفقره أو لضعفه أو لعدم الوثوق من نفسه، فيكون التعدد في حقه حراما. هذا قول الإمام الشافعي وليس قول أحمد كامل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ولا ضرار. إذا ظن الإنسان أنه لا يقيم العدل فلا ضرر ولا ضرار ولا يجوز التعدد في حقه. هذا كلام المذهب. انظري إلى كلام الإمام الشافعي. قال الإمام الشافعي استحب الإمام الشافعي الاقتصار على واحدة وإن أبيح له التعدد. يعني الإمام الشافعي هذا يدلنا على أن ما يقع فيه كثير من الناس الآن أنه يجعل من التعدد أصلا أو يدعي أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى أقوال الفقهاء وينظر إلى أقوال العلماء، كانوا يجعلون التعدد في أضيق الحدود، بل كانوا يحثون الناس على عدم التعدد. تمام. لقول الشافعي أو ما نقل عن الإمام الشافعي استحب الشافعي الاقتصار على واحدة وإن أبيح له أكثر من ذلك. هذا قول من؟ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي. ننقل إلى آخر. الشروط الواجب الإمام ما زلنا في المذاهب. الإمام أحمد بن حنبل لا نكثر الكلام عنه، إنما قال خلال التعدد في مذهب الإمام أحمد بن حنبل خلاف الأولى. يعني الأولى عدم التعدد. الأولى عدم التعدد. تمام. عند من؟ الإمام أحمد بن حنبل.
وألا يزيد الإنسان على واحدة. هذا من؟ الإمام قول أحمد بن مذهب حنبل. الإمام أحمد بن حنبل. الإمام بعض أئمة الأحناف يسمى ابن نجيم حسم المسألة، لأن كثير من الناس تجديه يقول أنني أعف امرأة أو أنني أعدد لأنه سنة. قال ابن نجيم: إذا نوى الرجل ألا يعدد أو ألا يتزوج بثانية، لماذا؟ نوى وضع في نيته وفي قلبه أنه لا يتزوج بامرأة ثانية، لماذا؟ حتى لا يدخل الغم على زوجته، يؤجر على ذلك. فالإمام أحد أئمة الأحناف قال يعني كره التعدد، بل قال إنه إذا امتنع عن التعدد حتى لا يدخل الغم على زوجته يؤجر على ذلك ويأخذ ثواب ذلك. ابن عثيمين لما سئل قال: الاقتصار على واحدة أسلم. لماذا؟ لمن يخاف الله، لأن الله عز وجل قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فواحدة. وقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. يعني كل الأئمة كده بيرجحوا واحدة. نعم، بل يحث الناس على واحدة. تمام. الشروط اللي الواجب توفرها في الزوج اللي هو بيرغب في التعدد. الشروط كثيرة، لا يتسع الوقت لسردها كاملة، وإنما أهمها كما ذكرنا في بداية الأمر العدل، وكما وضحنا أن العدل يكون في المأكل والمشرب والمسكن، في الأمور اللي هي دنيوية، كل ما يعان به المرأة أو بيتها. أستاذن حضرتك معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذة؟ الحمد لله. ازاي حضرتك، أخبار حضرتك؟ أنا بحييك وبحيي فضيلة الشيخ وبحيي فريق الإعداد المحترم اللي معاك. بشكر حضرتك جدا. بالنسبة كان عندي سؤال عايز أسأله للشيخ. اتفضل. أنا معايا زوجي، طبعا هي بتحبني وأنا بحبها الصراحة، وأنا عايز أتجوز بصراحة، هي قالت لي أتجوز بصراحة. تمام، يعني هي قالت لحضرتك اتجوز وحضرتك عاوز تتجوز. أنا بس أنا يعني عارف لو اتجوزت هيبقى في ضرب نار والله مع زوجتي، فما عرفتش اعمل ايه بالظبط، يا ريت فضيله الشيخ يقول لي الصراحه. تمام. احنا ما عرفناش السؤال ان هي وافقت ولا فيها ضرب نار. هي موافقه. هي هتوافق، بس لكن لو حصل 100% هيبقى فيها ضرب نار يا شيخ. هي يعني بتحرقني بس. طب واحنا نروح ليه لضرب النار؟ ما نبعد عن الامر حتى لا يكون في ضرب نار. ما انا عايز اقول لك بصراحه، يعني ابعد ولا ايه رايك ولا اكمل؟ اكيد تبعد. ولو لو حضرتك متابع من اول الحلقه، احنا ذكرنا انه في حالات يكره فيها وفي حالات يحرم. يعني كده انا ابعد والمها وخلاص. عم لا، كده تبعد تماما حتى لا يتم ضرب النار. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يبارك فيك. شكرا لحضرتك يا استاذ رجب. استأنف الحديث عن الشروط الواجب توفرها في الزوج اللي هو عاوز تعدد زوجاته كده. الشروط لا تنطبق على كثير من الناس. طبعا. قلنا العدل كما ذكرنا، ثم بعد ذلك الاستطاعة، والاستطاعة تشمل الاستطاعة المادية والاستطاعة البدنية. كثير من الحالات التي تمر بنا أن زوجته ما استطاع أن يعطيها حقها، حتى حقها الشرعي الخاص بها. تمام. ثم يذهب إلى أخرى ليتزوجها، تشتكي أنه لا يصرف على بيتي، وتشتكي أنه لا يعطيها حقها الشرعي، بل وصل بها الأمر أنها أجلسته أمام أهله وأهلها، ثم بعد ذلك علمت أنه يريد أن يتزوج بأخرى. هذه ليست عنده استطاعة على بيت واحد، كيف يكون له استطاعة على أخرى؟ يبقى قلنا الاستطاعة لابد أن تكون مادية أولا، يستطيع
أن يصرف على بيته الأول والثاني والثالث كما شاء. ثم بعد ذلك الاستطاعة البدنية، إذا أرادت حقها الشرعي يعطيها له. تمام. الأهم من ذلك ألا يكون الزواج الثاني إفسادا للبيت الأول. ده في الغالب بيحصل كده، وده أهم شرط. فإذا انتفى الشرط انتفى التعدد. تمام. ألا يكون إيه؟ الزواج الثاني إفسادا للإيه؟ للزواج الأول. للزواج الأول. فإذا كان عنده أو يظن من نفسه إقامة العدل كما ذكرنا، وعنده استطاعة كاملة ولم يفسد بيته الأول، جاز له هنا، أبيح له ولم يكن سنة له التعدد، أتيح له أن يعدد بأخرى باثنين أو ثلاث أو أربع كما ذكرنا. تمام. زواج التجربة، الموضوع ده عامل ضجة جامدة قوي حاليا، عاوزين نعرف رأي حضرتك في الموضوع ده، وعاوزين نعرف الأول يعني إيه زواج تجربة. أنا لم أتابع، أولا لم أتابع زواج التجربة، لأني على يقين أنه النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأنا على يقين أن الدين كامل متكامل بأركانه كلها، فلا ينقصنا زواج تجربة ولا غيره. إنما كما علمت أو سمعت أنه يحدد بفترة 3 سنوات أو أقل أو أكثر، وكان يكفي في وجهة نظري أن نكتفي ويكتفي الإعلام بأنه تم الرد على هذا الزواج من قبل الأزهر الشريف والأوقاف أو دار الإفتاء، ردوا عليه ووضحوا للناس أجمعين أنه لا يصح ولا يجوز زواج التجربة. ثم ما أعلمه وما سمعته، سمعت بعض كلماته أنه يقول: إنما وضع أو وضعت هذا العقد للحد من انتشار الطلاق. يعني هو وضع جواز التجربة للحد أو للتقليل من انتشار الطلاق. أنا أقول أنه ربما كان يريد أن يشتهر، فلا يجد إلا أصل من أصول الدين ويتكلم عنه. إنما إذا كان نيته الحد من انتشار الطلاق، فالحد من انتشار الطلاق حدثنا عنه القرآن الكريم منذ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا إذا أردنا أن نحد لا بد أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وقف شرط: إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. الناظر في حال الأمة يجد أنه فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا ما رحم الله. من يريد أن يزوج ابنته لرجل صالح وليس غني؟ إلا ما رحم الله. الأمر الثاني، الله عز وجل نادى وقال: وعاشروهن بالمعروف فلا يشغلك، فهذا هو من أحد من انتشار الطلاق. إذا أردنا أن نحد من انتشار الطلاق فلا يصح أن نحدد مدة معينة يزداد فيها المشاكل أكثر فأكثر. إنما الله عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف. أين المعروف فيما بيننا؟ وأين المعروف في بيوت المسلمين والمسلمات؟ إذا طبقنا شرع الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فلا نحتاج إلى تجربة ولا إلى غيره، بل إن الأزهر حرمه ولم يجيزه، ودار الإفتاء لم تجيزه ولم يجيزه حتى العقل. لأن الزواج وضع الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم شروطا
وأركانا. كذلك وضع بعد الزواج الطلاق في حالة الضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ولا ضرار، والنبي والله عز وجل جعل الزواج آية من آيات الله، فلا يجوز فيه تغييرا إلى قيام الساعة. النبي وضح والله عز وجل جعله إيه؟ آية من آيات الله. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لماذا؟ لتسكنوا إليها. فشبه الله عز وجل المرأة بالسكن، لماذا؟ لأنها الراحة والطمأنينة لكل زوج. هذه أسباب تحد من انتشار الطلاق أو من وقوع الطلاق، أن نربي الشباب والفتيات على كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ثم بعد ذلك قال وجعل إيه؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فبنى الله عز وجل العهد الغليظ أو الميثاق الغليظ على المودة والرحمة، فلا نحتاج إلى تجربة ولا إلى غيرها، وإنما يأتون آخرون للإسلام حتى علموا وتيقنوا أن الزواج والطلاق شرع ليس فيه نقص وليس فيه عوار. هو فعلا التعدد حل مشاكل العنوسة؟ السؤال أعتقد أن في كثير من الإخوة هيغضبوا من الأمر. اولا في عجاله بس لذاك الوقت الوقت نعم. اولا التعدد ليس حلا، تمام. لماذا؟ لانه قد يكون التعدد سبب في فساد البيت وتشرد الاولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم والامه والاسلام جاء لبناء امه قويه ومجتمعات قوية. فإذا أراد رجل أن يتزوج وقال إنني أحد أو أقلل من انتشار العنوسة، وطلبت زوجته الطلاق فتشرد الأولاد وفسد البيت، وبفساد البيت يفسد المجتمع. فإذا نظرنا إلى التعدد ننظر إليه أنه ليس حلا. الأمر الثاني أنه كثير ممن يرون التعدد يذهبون إلى أرامل ومطلقات، ولا نقلل من شأن ذلك الأمر، وإنما لا يحد كذلك من الإيه؟ من العنوسة. بشكر فضيلتك جدا وبشكركم مشاهدينا، وانتظرونا إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.